خلينا نروح نشوف المعرض اللي اتعمل في السفارة البريطانية بالقاهرة. معرض أصلا كان اتعمل في جامعة أكسفورد، بالتعاون مع جامعة أكسفورد عملوا معرض التنقيب في الأرشيف. أرشيف مين؟ أرشيف هاورد كارتر الأثري الكبير الشهير اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون. كتير من المخطوطات وكتير من أوراق كارتر محطوطة في المعرض ده. زي ما قلنا هو اتعرض قبل كده، أو المقتنيات دي، المخطوطات دي والأوراق دي اتعرضت قبل كده في إحدى مكتبات جامعة أكسفورد، ومن ثم جاءت إلى القاهرة. وبعد انتهاء المعرض السفارة البريطانية أهدت الأوراق إلى وزارة الآثار، وزارة السياحة والآثار، عشان تعرضها في كل المتاحف المصرية. اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الاكتشاف ده يعتبر من بين أكثر القصص المعروفة في كل أنحاء العالم في الاكتشافات الأثرية الحديثة. بس المعرض ده يسلط الضوء أكثر على دور الفريق المصري في هذه المغامرة. أنا أقصد بذلك أن شايفين عن طريق المذكرات هاورد كارتر والمنشورات بتاعته دور الزمايل المصريين كانوا بيشتغلوا معه كتف لكتف في وادي الملوك في تنقيب واكتشاف المقبرة. أقصد بذلك يعني الأسماء مثل الرئيس أحمد جريار وأجاد حسن وزمايله كانوا بيشتغلوا مع كارتر. فالمعرض ده بشكل عام يسلط الضوء أكتر على الدور المصري ودور الفريق المصري كرواد كانوا بينقبوا، كانوا بيعملوا تنقيب المقبرة جنب هاورد كارتر، مع هاورد كارتر. All the beautiful objects are they were in the Egyptian Museum in Cairo and will soon be on display in the Grand Egyptian Museum. And the objects are unique and beautiful, and nothing can compare and compete with this. But our exhibition shows the different material. It shows all the records that were made by Howard Carter, the excavator, and his team to document the find. Because it took them altogether 10 years, a lot of people don't know that it was such a long process, and they created thousands of records like maps and plans. They wrote diaries, they made object cards, of course there are photographs, and all of these objects document how the archaeology was done. نتكلم النهارده على روح التعاون المشترك ما بين المصريين وما بين الاجانب بصفه عامه. لو كان نتكلم النهارده على الانجليز، احنا في 21 بعثه انجليزيه بتعمل في مصر من ضمن 250 بعثه اجنبيه، لكن الحقيقه كان في اشاده من سياده السفير الانجليزي بالتعاون المشترك وقد ايه المصريين ودورهم المهم جدا 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 في المساعده مع البعثات الاجنبيه. احنا بقى نستغل الفرصه ونتكلم على مدار السنوات القليله الماضيه. الحمد لله كانت البعثات المصرية قدرت تبهر العالم بكل اكتشافاتها، ودي كان الحقيقة لها أثر مهم جدا في عودة الحركة السياحية، وخاصة هنا بذكر السياحة الثقافية.
فكره طيبه انه المكنات او المخطوطات دي يتم اهدائها للوزاره وان يتم عرضها. نعرف انه البعثات الانجليزيه الاولى كان لها بصمه مهمه جدا في التنقيب عن الاثار المصريه، انما كمان نعرف ونحمل السفاره الانجليزيه في مصر رساله واضحه وصريحه، رساله من شباب مصر تطالب بعوده الاثار المصريه من المتحف البريطاني ومن غيرها من المتاحف الاخرى. والحقيقه انه مش بس السفاره الانجليزيه، المصريين كلهم وتحديدا شباب مصر بيطالبوا كل السفارات التي أخذت قطع لا تقدر بثمن، قطع تنتمي لهذه الأرض، أن تعدها، واللي عايز يتفرج عليها يجي عندنا مصر ويتفرج عليها. رسالة عامة وواضحة لا تغفل أبدا التعاون اللي حاصل على كل المستويات ما بيننا، ما بين مصر وما بين المملكة المتحدة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.